أهلا بكم مرة جديدة في العشية. انطلقت في بنغازي حملة اسمها فزعة بنغازي لمحاولة لإصلاح العديد من الأشياء وتنظيم وتنظيف بعض المناطق، ومن ضمن هذه الحملة هو مساعدة الحيوانات اللي موجودة في منتزه بوسكو بنغازي اللي انتشرت صورها في السوشيال ميديا، اللي كان واضح من الصور أنها تعاني من مشاكل في الأكل ومشاكل في النظافة ومشاكل في أيضا الاهتمام في هذا المنتزه أو في هذا البوسكو. لهذا خلينا نستقبل قائد حملة فزعة بنغازي جمال المصراتي. أستاذ جمال مرحبتين بك في العشية. مرحبتين بك، أهلا بك. أنتوا تقدموا في عمل كبير وشفنا هلبة جوانب قاعدين اتخططوا لها، ولكن الفت انتباهنا جانب مهم وهو الحيوانات اللي موجودة في منتزه البوسكو. لو توصف لنا شو الوضع هذه الحيوانات اليوم، لأن احنا فقط شفنا الصور. هو والله نحب نحيي طبعا أهل بنغازي وشيبة لكل رواد المنتزه بنغازي ما يعرف البوسكو. ايه هو اللي كانوا اي نسمع فيك استاذ جمال، كمل. شكله في مشكلة في الصوت استاذ جمال، حنحاول نتواصلوا معك مرة ثانية، وما بين محاول ما قدرنا نوصلوا فيك. يا ريت المخرج يعطينا الصور، صور البوسكو بنغازي باش نحكوا عليهم شوية اليوم محمد، يعني صح. في ظل الإهمال اللي صاير لأغلب مؤسسات الدولة وأغلب الوضع اللي صاير في ليبيا، الحيوانات هادو شن دمهم الموجودين في الأقفاص، ان هم يعني ما يتمش إطعامهم، ما يتمش تنظيف الأقفاص بالطريقة السليمة، ممكن حتى يصابوا ببعض الأمراض بسبب هذا الإهمال الشديد في بعض الحيوانات اللي تحتاج طقوس معينة باش تعيش في قفص. مظبوط عمار، في بعض الناس لربما تنتقد الموضوع من ناحية يقول لك هم اليوم البشر مش قادرين ياكلوا في ظل الظروف الصعبة في ليبيا، فما بالك الحيوانات اللي تكلفتهم صح اللي في المدينة، يعني في حديقة الحيوان تكلفة إطعامهم وتربيتهم لأنها خاصة، يحتاجوا إلى تربية خاصة. ولكن بنقولوا بأن يعني شن ذنبهم هم وجدوا في مكان في منتزه كان منظم في فترة ما، وما زال هو طبعا يحاول أنه ينظمه، ولكن ممكن مؤسسات الدولة مش قادرة تدعم كويس، مرتبات والناس اللي تخدم في التنظيف، الناس اللي تخدم في البيطرة وما إلى ذلك، لربما هو اللي ساهم في هالإهمال. يعني بخاصة الأشخاص اللي يقولوا الناس مش لاقية تاكل فما بالك الحيوانات، رد الحيوان هذا لموطنة لمكانه اللي هو جاي منه، مش تطلقه لي في الشارع، ترده لا للبيئة اللي هو طلع منها، وهو حياكل بطريقته وحيعيش بطريقته، ولكن مش تجي تحطه في قفص وتقولي البنادمية مش لاقين ما ياكلوا، سنوات هو يرفه عليك ويرفه على صغارك وعلى الناس اللي يمشوا يزوروا في البوسكو، فلهذا لازم يتم الاهتمام بهذا الموضوع. خلينا نرجع للأستاذ جمال المصراتي اللي هو قائد حملة فزعة بنغازي، مرحبتين مرة ثانية. مين بيكام؟ الوضع أنه يعني مهما جينا يكون يعني مهما عندنا شخصوا حتى اللوم عنه. فنحن نديروا كحملة بهالبنغازي وشبابها وشيبة بالكامل اللي هم ما شاء الله اللي شفتنا يتنافسوا ان هم يمد يد العون من دكاترة بياطرة وشباب وبنات وشي اللي كانوا هم يتراودوا على المنتزة، يمدوا يد العون للناس المختصة اللي قاعدة غادي ما نشت نحن بفتالة من منبركة مضى بالحي أقامت بكير 18 نحن معاك وبينا وبيكم نحن نحيوه منتزه بنغازي من جديد ونحاول ان احنا نعيدوا له الحياه. نحن نشوفوا في عزوف واجد الناس نحن حتى ما تعديلاش حكم ان نحن في منتزهات جديده وشيء، لكن نفس الوقت نحن اللي خلتنا نشد انتباهنا حتى الحيوانات عمال شديد بكر صح نبوا بحيث ان نوفروا مش حتى الاكل اهتمام طبي يعني من جانب من دارين الجروبات حاليا جاهزوا فيه الحمام يجوا معانا يهتموا بين مش على فترة يوم يومين لا على فترة شهر شهرين لعندي لنا نشوفوا الناس اللي تقبل كويس عليهم. طيب سيد جمال، اليوم من المسؤول على بوسكو بنغازي؟ يعني يتبع أي جهة باش نعرف التقصير وين بالضبط؟ هو يتبع على أعتقد لنا جهة خدمة المنتزهات بنغازي، ونحن نجهزوا حاليا توا يعني رخصة بصراحة أنا وفي تجاوب من الناس إن هم لون كانوا مرسلون برسالة لمخاطبة وحتكون برعاية مؤسسة بنغازي الأمل لنحييهم وأنا عضو منهم وشباب جروب الفاز أما بناس واجهة في بنغازي إن هم متكفلين بحاجات واجهة فهم يعطوا لهم الرسالة إن نحن مش حناخذ منكم أي مكان ولا هذا نحن بنمد لكم يدلعون بس فالفكرة إن نحن بوصل إن نحن نعيد الحياة لمنتزه بنغازي.
اي طيب استاذ جمال قاعد تسمع فينا ولا ما زال في مشكله في الصوت؟ تسمع فينا؟ ممتاز. الحمله اللي انتم قاعدين تقدموا فيها شنو الاشياء اللي ناويين انكم تقدموها لهذا المنتزه واللي حتساهم في يعني دخول الصيف يكون مكان جميل جدا لكل العائلات في مدينه بنغازي؟ هو بس انت عارف منتزه بنغازي مش حتى من بنغازي بس، يجوا حتى من برا بنغازي. ايه فهو حيكون الحاجات اللي بنقدمونها، اول حاجه الاعتناء بالاول الاساس الاول الاعتناء بالحيوانات بالكامل، من تطعيمات ومن وجبات كويسه لهن في يعني في حتى حيوانات قريبه ينقرضها لهن، ومن الاعتناء بالمكان اللي هن فيه، هذا هو نظام كنظافه وتعقيم والحدائق اللي في ويكون ان شاء الله ان شاء الله كريم حتى في رحمة فعليه فقط الناس مشتركه رمضان اعاده الاناره بالكامل. فهذه لمسه طيبه في بنغازي قبل ما نشوف انه هو يتسكر، يوم الايام قلنا يتسكر لا سمح الله بكر ولا شيء والله يلقي الراي. سيد جمال المصراتي، رسالة أخيرة حابب توجهها عبر برنامج العشية ممكن لبعض الأشخاص أو الجهات أو المسؤولين اللي تحس إن في يدهم الحل وقادرين إن هم يشكلوا فارق في هالقضية؟ نحكي باسم شباب بنغازي والناس كلها اللي تبعت معنا هذا، هو يعني مش فكرة فينا بس، جميع الناس اللي نشوف فيه مناعة متضامنة. رسالتي لأي جهة في بنغازي، نحن كشباب بنغازي نحن فين فيكم بإذن الله. مبسط، شكرا لك استاذ جمال مسراتي، اكيد قائد حمله فزعه بنغازي اللي تشمل العديد من الاشياء من ضمنها هي يعني تنظيف وترتيب ومساعده الحيوانات الموجودين في بوسكو بنغازي اللي هو المنتزه المعروف. خلونا نتوجه الى فيديو من سنه 2009 كان يوضح يعني هذا المنتزه كيف كان شكله وش يعني وشن ابرز الاشياء اللي موجوده فيه.